نحكي عن يمكن أبرز الأحداث اللي مرت بعام 2017، كان عودة دمشق، معرض دمشق الدولي، وكان في حضور مميز كثير بهذا المعرض لفعاليات الطفل وأيضا فعاليات بمختلف المجال اقتصادية وفنية وثقافية. أيضا سلمى، الحدث الأبرز كان معرض دمشق الدولي الذي عاد بعد سنين انقطاع، واليوم مع بداية عام 2018 بلشت التحضيرات على مختلف المستويات، وللطفل كان له حصة بهذا المعرض للإضاءة أكثر على مسرح الطفل وفعالياته بتحضيرات معرض دمشق الدولي. معنا سمر عيسى جرعة، مديرة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وأيضا مديرة مسرح الطفل ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. صباح الخيرات. صباح الخير. صباحك. بداية خلينا نحكي عن أهمية مسرح الطفل وكيف عكستوا هذا الشيء خلال معرض دمشق الدولي. هلأ وجود فعالية مثل معرض دمشق الدولي ووجود كمان مسرح الطفل ضمن هذا المعرض بيقدم قيمة مضافة الحقيقة للطرفين، للمعرض وللمسرح. فوجود هذا المسرح نحن عم نخاطب فيه الناس، عم بنقول لهم انه نحن في عنا مساحة مخصصة، هي المساحة مشان يطلع فيها مواهبه ويطلع فيها ابداعاته. نحن كمان متوجهين له من خلال العروض، من خلال الاغاني، من خلال الفولكلور، الكورال، كل الاهتمامات اللي ممكن انها تستقطب وتسترعي انتباه الطفل. نعم، يعني سمر دائما الطفل هو عنصر خلينا نقول حساس، وخصوصا في ظل الحرب يلي عم بتعيشها سوريا. ليش ركزتوا انتم كمان على الطفل، وشو كان الهدف والرساله من انكم تعطوا الطفل حصه ايضا بالمعرض؟ هلا اكيد لانه الطفل هو جزء من المجتمع، هي بالدرجه الاولى. صحيح. كمان هو المستقبل اللي ناطر، يعني وخاصه اطفالنا اللي بهلا اللي طلعوا يعني ما تهنوا كثير يعني بطفولتهم. فنحن حاولنا قدر المستطاع انه نحن نتوجه لهم من خلال هاي العروض لحتى نزرع البسمه شوي على وجوههم، لحتى نزرع الفرحه شوي بقلوبهم، كمان نسيون شوي هيدول الهموم واصوات الضرب واصوات القذائف اللي كانت تنزل، مناظر الدم اللي كانوا عم بيشوفوه. حبينا بس انه نتوجه لهم انه شوفوا لا لسه بقيان في فرح، وهذا الفرح نحن متوجهين فيه من خلال معرض دمشق الدولي، والمساحه فيه كثير كبيره ومتنوعه ولكل الشريحه من اول يعني من عمر السنه لعمر 12 سنه نحن متوجهين لهم. نعم اكيد، دائما خلينا نقول التعليم من خلال الترفيه مهمه كثير صعبه، وبنفس الوقت كثير مفيده للاطفال بهي الشريحه العمريه اللي حكيتي عنها. اكيد. كان في بمسرح الطفل خلال ايام معرض دمشق الدولي فعاليات متنوعه لكل الاعمار، نحكي شو كان ابرزها، وهل في شيء جديد على نفس هذا النسق ولا رح تغيروا السنه؟ تمام. هلا النجاح اللي نجحه معرض دمشق، يعني معرض دمشق الدولي على كامل المستويات ومنه كمان مسرح الطفل، بخلينا بحطنا قدام مسؤولية كتير كبيرة بأنه نحن نزيد هاي النجاح أكثر، أو على الأقل أنه نبقى بنفس المستوى على الأقل. فأكيد في قصص كتير جديدة حتكون على كافة الفعاليات مو بس مسرح الطفل، بس بالنسبة بما يخص مسرح الطفل حيكون في أفكار إبداعية حدعم موضوع المسرح أكثر، حيكون في له وجود أقوى، حيكون مثلا الزمن أكثر بالنسبة للعروض، وبالنسبة يعني مثلا السنة الماضية بدورة 59 كان له ساعة بس، يعني ممكن أنه مثلا نزيد لأنه الإقبال الشديد اللي شفناه نحن السنة الماضية، هذا الشيء بيحطنا قدام مسؤولية أنه نحن عم بنجيب العالم ويقعدوا مو مشان بس ساعة، أنه لا خلينا ناخذهم أكثر، نقدم لهم عروض أكثر، نفرح الأطفال أكثر، هي كلها تحت نحن مسؤوليتنا وهذا المفروض نحن نعمله. نعم، يعني سمر دائما لكل شيء له آلية العمل يلي أنتم كنتوا عم تشتغلوا فيها، والتحضيرات اللي قمتوا فيها، وكوادر، لازم يكون في كوادر خصوصي للأطفال. كيف اشتغلتوا على هدول المواضيع، وهل واجهتكم صعوبات ولا تم التعاون وكان في تشبيك بينكم وبين الوزارات أو مؤسسات؟ هلا التعاون لابد منه، اكيد كان في، لانه الشخص ما بينجح لوحده وهيئة ما بتنجح لوحدها، اكيد بده يكون في عمل متكامل أكيد. لحتى يكون النجاح للكل.
ولكن بالنسبة للصعوبات أكيد كان في صعوبات كتير، لأنه كمعرض دمشق الدولي دورة 59 لحتى فكرنا نحن بإقامته كان يعني تقريبا بشهر 4. نعم. فشهر 4 بداية تكون بداية تحضيرات لمعرض بهالضخامة بعد انقطاع 5 سنوات، هذا الموضوع يعني ما له بالأمر السهل، ومو بس انقطاع 5 سنوات، 5 سنوات مدينة معارض متروكة، يعني بدها كتير إعادة تأهيل وبدها كتير وقت، بدها كتير كوادر، ونحن كعاملين بالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية العدد كلياته للعاملين من كامل الفئات. نعم. وعمال الورشات والفنيين وكلهم يعني 230 شخص. نعم. مثل ما بتعرفوا كان الإقبال كتير شديد بمئات الآلاف، يعني خلينا نقول يعني 230 شخص على مئات الآلاف بدهم يخدموها، شغلة ما أنا بالأمر السهل يعني أكيد. لحتى أنه ينجزوا هذا الإنجاز الكبير وتعب. أكيد. فككادر كان الموضوع فيه صعوبة كتير، لأنه مثلاً بتكون سمر مديرة مثلاً علاقات عامة، بتكون سمر مديرة مسرح الطفل، بتكون عم تغطي كمان يعني إنه مهمة أخرى، يعني هذا الشيء بيرهق الكادر الموجود لأنه ما في كادر كتير موجود. يعني بتعرفوا هلا هجرة الكوادر اللي صارت كمان هذا الشيء يعني كان عانت فيه المؤسسة مثل ما عانت يعني منه أي مكان. يمكن قدرتوا تتجاوزوا. حاولنا نحن أنه نقدر نغطي النقص الموجود بالنسبة للكادر، والحمد لله كنا إن شاء الله موفقين. هلا الموضوع كمان الوقت، أنه نحن بلشنا بشهر 4، كمان هذا الشيء كان يعني خلينا نقول فيه صعوبة، ولكن الحمد لله كمان يعني اشتغلنا ليل مع نهار نحن عمال الورشات، يعني من رأس الهرم لأصغر عامل بمؤسسة عامل للمعارض، كنا نداوم من الصبح للمساء في عالم تنام بالمدينة بس لحتى نقدر انه نوصل على وقت المعرض ونكون الانجاز تبعنا على قد المسؤولية اللي محطوطة علينا. أكيد. فان شاء الله نكون وفقنا يعني في كمسرح طفل وكمعرض. ان شاء الله اكيد كان في صدى كتير كبير لعودة معرض دمشق الدولي، ومثل ما عرفنا وكتير اخبار نقلوها فيما بعد أنه رح يتم دائما استثمار مدينة المعارض، إقامة معارض فيها مو بس معرض دمشق الدولي. هل درستوا هذا الشيء؟ هل شفنا توقيع اتفاقيات من أي نوع من الأنواع؟ قريبا ممكن نشهد معارض جديدة هني؟ هلا مدينة المعارض هي اسمها مدينة المعارض، فلازم يكون فيها يعني معرض من اسمها بيدل عليها، ولكن خلينا نقول أنه هي الابن الأكبر لإلها كمؤسسة عامة للمعارض هو معرض دمشق الدولي. نعم. أكيد في معارض متخصصة، معارض داخلية، في معارض خارجية، كلها بتنطوي تحت جناحها، ولكن كابن كبير يعني هو معرض دمشق الدولي. صحيح. يعني مثل ما حكينا شفنا اقبال كثير كبير هيدا سنه 2017 على معرض دمشق الدولي. قديش عندكم طاقه بهيدا السنه انكم تقدموا افضل ما عندكم لكمان يعني يكون في نفس الاقبال ويمكن اكثر؟ خلينا نحكي عن الطاقه، خلينا نحكي عن شو المشاريع يلي انتم مقررين انكم تعملوها. هلا كتحضيرات قلت لك انه نحن يعني عم يحط ما هذا الموضوع قدام مسؤوليه، النجاح اللي كان بالسنه بدون 59 اكيد بدنا نحافظ عليه، بدنا نحافظ عليه وبدنا نزيده، يعني بدنا نشتغل اقصى ما عندنا لحتى انه نقدر نزيده، وخاصه انه انت هلا صار عندك مثلا راحه اكثر للناس، راحه اكثر للشركات بالمشاركه، راحه اكثر مثلا لرعايه بعض الفعاليات، يعني هذا الشيء صار عم بيشكل اكثر راحه، اكثر راحه، فعلى كل الاطراف بالنهايه هاي عمل تكاملي، والنجاح كلياته لاسم البلد. اكيد. نعم. ان شاء الله يا كمان اللي كان بمسرح الطفل من خلال جهات كثيرة، جهات تربوية وأيضا جهات فنية، كنا عم نشوف مسرح تفاعلي، فقرات متنوعة. نحكي عن بعض اللي تعاونوا، وهل رح تكون التجربة مماثلة ولا ممكن يتم توسيعها؟ أكيد. هلأ نحن من يعني من لما انتهت الدورة 59 بلشنا تحضيرات، بلشنا استقبال طلبات، إنه اللي حابب مثلا إنه يقدم عروض، اللي حابب إنه يأخذ رعاية مثلا بالمسرح، اللي حابب ياخذ مثلا مساحه معينه كاعلانيه على مسرح الطفل، كمان كلياته هذا بلشنا باستقباله مجرد انتهت الدوره 59. هلا خلال هاي الطلبات بتندرس كلياتها وبنشوف شو الانسب، يعني من خلال لجنه طبعا بتتشكل بنشوف شو الانسب كمسرح طفل لحتى مثل ما قلت لك نحافظ على المستوى ونزيد النجاح اللي موجود كان بسنه 2017. دائما لكل عمل رسالة وهدف، دائما بنسعى له او بنسعى لنحققه لنوصل هيدي الرسالة من قلب سوريا يلي هي اثبتت انه هي
بشعبها بإرادتهم القوية بجيشها البطل. بدنا كلمة منك أو رسالة للأعمال اللي عم بتقوموا فيه ككادر عمل وكفريق متعاون. بدي أقول أنه مثل ما في جيش يعني الله يحميهم، مثل ما في جيش عم بيقاتل على الجبهات، كمان نحن خلينا نقول على الجبهة الاقتصادية، كمان نحن موجودين يعني جنود على الجبهة الاقتصادية لحتى نحن نحافظ على اقتصاد هذا البلد. هي مسؤوليتنا كلنا، مسؤوليات الكبير والصغير، وإن شاء الله نكون نحن على قدها. وكمان بدي أتوجه لكل الشركات اللي ممكن إنها ممكن تقدم مثلاً عروضها كمسرح طفل، نحن كمان جاهزين من هلأ عم نستقبل عروض، من هلأ عم نستقبل طلبات لكل الشركات مثلاً ممكن أنها تنتج شيء للطفل، ممكن أنه يعني نحن جاهزين من هلأ لحتى أنه ندرس هذه العروض، من يعني لأنه نحن الخطة تبعيتنا مرسومة ضمن برنامج زمني، فالبرنامج الزمني على تنفيذ أكيد بداية يعني العام 2018. 2017 شفنا مشاركات عربية كتير، حتى مشاركات من دول أجنبية بمعرض دمشق الدولي. كتير كانت الناس شعر بالاطمئنان بعودة هذا المعرض. حضرتك مديرة العلاقات العامة بمدينة المعارض، هل نفس العدد من المشاركين رح نشهد ولا في ازدياد؟ في يمكن ناس كانت متخوفة بعد ما شافت هالمعرض هذا، صار في زيادة اقبال؟ مين الدول ممكن الجديدة اللي ممكن تشارك السنة بالمعرض؟ هلا كدول وكمعرض وكمشاركات واجنحة، هلا انا عم بحكي باطار مسرح الطفل، ولكن كدول ومشاركات هاي أنا بتصور أنه إدارة المؤسسة هي المخولة أنها تحكي فيها. ولكن أنا فيني أقول لك أن المشاركات قوية، لأنه السنة الماضية اللي هي كانت سنة 2017 وعدت انطلاق لمعرض دمشق الدولي، وبعد 5 سنوات انقطاع، وكان في مشاركات كبيرة لدول وشركات أجنبية، يعني باعتبار حضرتك مديرة علاقات عامة لهيك 43 يعني من فعاليات معرض دمشق الدولي. نورتينا ويسعد صباحك. شكرا كثير لكم ويسعد صباحكم كمان انت. شكرا كثير لك. ميرسي. شكرا.